السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ويا هلا وألف سهلة فيكم في حلقة ما قبل النهاية. الوقت راح علشان كذا نبدأ على طول. باسمي واسمكم أرحب بأبو الوليد علي الغامدي، يا هلا وسهلا وأسعد الله صباحك أبو الوليد. أسعد الله صباحك أبو سعد وحياك الله، ومرحبا بالسادة المشاهدين والمتسابقين أبو فزاع، حياك الله أبو فزاع، نقول لك المايك، يا هلا وسهلا وأسعد الله صباحك بكل خير. هلا وسهلا فيك، حياك الله، أرحب فيك بالسادة المشاهدين والمشاهدات وأخوي علي والمتسابقين وأخوي هاني إن شاء الله بإذن الله. في انتظار طبعا الشباب إذا معنا إن شاء الله اليوم أي شيء بنطلع له. أبو فزاع خلنا نبدأ من حيث النهاية، الليلة الشمالية ختامها مسك، منطقة عزيزة علينا ومن مناطق المملكة اللي فيها موروث شعبي جميل جدا، وما قصر يعني حتى ما قصرت أنت بعد يعني في الوقت ولنا مستهلون الله يعزك. وأيضا كان المفترض أنها تكون تبدأ من تقريبا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولكن الحمد لله كان ظهورهم جدا جميل، عرفنا العادة طبعا ما تخفى علينا احنا، لكن عرضت أمام الناس حضور المنشد حماد الشمري والشاعر قبلان القبلان والشاعر خلف المشعان وأحمد الأنزي الشاعر أيضا والشاعر سليمان البلوي، يشكرهم جميعا. ومن يذكر الشمال يذكر الدحة ويذكر طعمك المعاميل، يذكر القهوة، يذكر الكرم والمراجل والتاريخ، وكذلك جميع مناطق المملكة العربية السعودية. استمتعنا معهم، ولو ما استمتعنا أيضا ما مدينا تقريبا أكثر من ربع ساعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. وهي أصلا دعوة، احنا دعينا أهل الشمال في هالمكان من قبل تقريبا شهر، والحمد لله وصلوا، وأن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. من الجمال برضو اللي شفناه اليوم أبو فزاع، وتعليلا على كلامك شفنا جمال أهل الشمال اللي هو ما أحد يخفى عليه هالشيء، ولكن من باب بروزه على الشاشة وتذكير هالجيل بالموروث الشمالي وجماله وكرمهم وطيبهم وعطائهم اللي تسخى فيهم حتى على الشاشة وبنظرتهم بحضورهم هذا. شكرا لكل من بدل، سواء من الإعداد أو من الإدارة أو من منيف أو بسام أو راضي، كل الشباب حتى اللي شاركوا في الحفل شكرا لكم. فهذا من الجمال أن يكون بيننا لحمة وعضة، سواء من الشمال أو من الجنوب أو من الغرب أو من الشرق، كلنا في هالمملكة نتبع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو الوليد برضو أهل الليلة الشمالية والمجهودات اللي شفناها والجمال. ليلة استثنائية، ليلة جمال، ليلة عرس، ليلة فرح أهل الشمال. اليوم العرسان الشاب كلهم عرسان في استقبال أهل الشمال والموروث الجميل لأهل الشمال. الله يعطيهم العافية، ليلة صراحة تسطر للشباب كلهم، المنيف خاصة بتنسيقها الخاص لهالفقرة ولهالليلة الجميلة. أنا أقول شكرا لأهل الشمال، وشكرا لكل من حضر من ضيوف وأشخاص في الكواليس من أهل الشمال، كلنا نتشرف فيكم. وليلة شمالية بحتة جميل جدا، أظهرت لنا الموروث الجميل وأظهرت على الساحة، وهو ظاهر من زمان لكن رأيناه على شاشة بداية. الشباب المنسق ولازم نشكرهم الكل يعني، راضي ومنيف ومحمد عثمان وبسام ومساعد كلهم الله يستاهلوا، شكرا على تنسيقهم، يستاهلوا الليلة، وكانت ليلة شمالية غير، والله يعطيكم العافية. يستاهلون، يستاهلون هالكلام، هو شرف لنا التواجد هذا. طبعا عريس الليل عندنا مميز، وعريسنا اليوم ابو شوق، اسعد الله صباحك يا اهلا وسهلا. صباح عمرك، كان اليوم ما اعتبر ان الدعوه فيها عريس او لا، يعني الشمال جزء من الوطن، ومثل ما صار في ليله اهل جيزان وليله القصيم وليله الشمال، المقصود مو بعنصريه، المقصود هو انه من اهداف البرنامج هو اظهار تراث البلد، وحنا في السعودية عندنا هيئة السياحة تظهر تراث كل منطقة، فحنا اليوم نتكلم عن منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، مثل ما تكلمنا فترة من فترات عن القصيم، عن جيزان، عن مجموعة حتى مناطق. مهرجان الجنادرية يظهر أيضا، حتى وأيضا مهرجان الجنادرية كان يورث يظهر الموروث الشعبي، كان المقصود اليوم هو إظهار جزء من الموروث. بيت الحكمة كل أسبوع منطقة عندنا، منطقة في تكافل في القناة وإبراز للمملكة بشكل عام. المقصود أنه الشمال جزء من المملكة العربية السعودية، اليوم الشعراء قدموا جزء من هذا الموروث اللي يعتبر تراث للمملكة العربية السعودية، وذكروا اليوم قصة الدحة مثلا اللي لها قصة مشهورة كانت في معركة ذي قار قبل العهد النبوي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعركة: اليوم أنصف العرب من الفرس وبي نصروا، وهذه المعركة كانت دليل على عزة العرب وأنفتهم، وهذا الصوت اللي أظهروه في الأخير هو صوت شبيه بثغاء الإبل وأصوات الإبل، كانوا في الليل يخوفون العدو، أنه المجموعة القليلة التي قابلتك برئاسة هاني بن مسعود ترى في الليل جاها مدد آخر.
فهذا أصوات الإبل وهي قادمة، كانوا يعني زي ما تقول يظهرون هذا الصوت، وصارت اصلا خطه انتشرت في التاريخ الاسلامي، حتى استخدمها يعني استخدمت في معركه مؤته، تم تبديل ميمنه الجيش ميسره وميسره الجيش ميمنه، والمقدمه مؤخره، وامر مجموعه من الجيش ان يذهبوا بعيدا ثم ياتوا باصوات الخيل والابل، حتى يظن العدو ان قوم من جديد أتوا، جزء من المعركة النفسية أو جزء من التكتيك النفسي في الحرب. اليوم يشكر منيف ومحمد عثمان وراضي وبسام مساعد، المجموعة المتسابقين الموجودين، وأيضا يشكر فريق العلاقات العامة اللي في خادم العاصمة أستاذ أحمد ذاك طيان، وفريق الإعداد أيضا الأستاذ فايز هو اللي كان المسؤول اليوم، هو الأستاذ سامي ومجموعة من فريق الإعداد. طبعا اليوم إذا كنت بشكر بعد بخص أهل منيف، اخوان منيف، اليوم اخوان منيف على فكره جابوا هذا بيت الشعر كامل ما شاء الله بعد المغرب، بس ما شاء الله جاهم الخبر بعد المغرب، كان نسقوا الشاب الخيمه ما هي مناسبه فجابوا وبدلوه مباشره. اليوم اخو منيف الله يعطي العافيه، الظاهر انه من 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 الجهد تعب شوي موجود معنا على سلامته، يشكرون الشعب الحمد لله. هالتعب ما راح بأمر، ما راح شفنا الجهد وشفنا الجمالية على الشاشة يا أبو شوق، وهالتميز عهدناه في النسخ السابقة وفي هالنسخ اللي إبراز هالشيء لبي أبو شوق. وأيضا ترى يعني من ضمن هذا التراث اللي ذكر يعني كان متنوع، يعني خلف ذكر منطقة قصائد في مناطق المملكة، ذكر أيضا الغزل كان يذكر بين يدينا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف قصيدة مانت سعاد في قلبي اليوم، وكثير من القصائد، و عمرو بن ربيعة أنشد بين يدي ابن عباس في المسجد قصيدة أمن آذن وعمن أنت غاد فمبكر وغداة غاد أمرأة وعجروا لحد نفس لم تريد في جوابها تبلغ عذرا، القصيدة المشهورة التي وصف فيها حاله مع حبيبه. ولما جاءت الوفاة، حضرت الوفاة عمرو محمد أو عفوا حضرت الوفاة هذا الشاعر ضيعت اسمه وانا ثمني قايله، لما حضرت الوفاة قال له أخوه أخاف عليك من شعرك، قال والله إنه كله كلام لم يحصل من شيء بعدك فزع. يعني وهذه طبيعة الشاعر، أنه أحيانا لجمال الأبيات يصف القصة، ولا يشترط في هذه القصة أن تكون واقعا، لأن هذا شكل من أشكال الرواية اللي احنا كنا نعرفه، شكل من أشكال الخيال، وهذا الشيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه الصحابة وفي المسجد. بس لازم نصحح المعلومة دي، بس نصححها، بانت سعادة في قلبي اليوم متبولة من الشاعر اللي قالها، وهل كان وقتها يوم قالها مسلم أو غير مسلم؟ وهي هذا مطلع القصائد الجاهلية، كان مطلعها بانت سعاد، أصلا في أكثر من 100 قصيدة مطلعها بانت سعاد في قلبي اليوم متبولة، وكان بعض الشعراء بنفس المطلع، واللي قالها من الشاعر اللي قالها؟ أول شيء الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك. اليوم بيت الحكمة ما خلصنا إلا وخلصت أراضي. هذا سالفة الحالة. إيه بس ما دام ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكرت قصيدة غزلية في المسجد، لازم نقول عشان الناس تعرف أبعاده، ولا كلامك صح، الغزل العذري في القصائد ما في شيء، بس هذا للتاريخ وبرضه مهم. أنا اللي ذكرتها في المسجد هي قصيدة زهير عمرو بن أبي ربيعة، عمر قصيدته في المسجد عند ابن عباس، حتى جاءه رجل يسأله في الفقه وكذا، فزاد على ابن عباس في السؤال، فجاء عمر فأنشد هذه الأبيات، فالتفت لها ابن عباس فقال الرجل يا ابن عباس أسألك في هذا فتدبر عني وينشد عليك هذا سفها فتسمع له، قال ابن عباس وإن شئت أن أعيد عليك أعدت، فأعاد قصيدة أمن آل نعم كاملة، وهي من أجمل من عيون الشعر العربي. فالمقصد أنه يا فزع، أنه بعض الناس يعتقد أن كل ما يقال هو شيء طبق وشيء فعل، لا، الرواية هي قصة اختلقها الراوي من وضرب المثل هو شكل من أشكال التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شجرة تضرب. استعريق على جزئية بس، إبانة سعاد عندما ذكرت الشاعر كان اصلا يستعطف الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول اهدر دمه، لانه انت عارف قصته كامله، والمطلع مطلع جاهلي، يعني مطلع جاهلي، واللي قال شاعر جاهلي وبعدها اسلم تغير كل شيء. توضيحك وصل يا ابو شوق، واعذروني بطلع لمحمد عثمان. محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. اعطوني الشاشه يا شباب. ابو نايف كيف امورك؟ والله اموري تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. يلا حيه الله يحييك ويبقيك يا رب. زياد، اول شيء شكرا ل أخوي الغالي منيف الخمشي اللي نسق وتعب واجتهد وسعى عشان يقيم هذه الليلة الجميلة، ومن طيبه ترى قدمنا، ولا والله ما لنا فضل إلا والله، هو كل شيء نسواه هو وكل شيء نعمله هو، فالله يجزاه خير ويبيض وجهه. إيه والله.
ما قصر معنا والله يجزاه خير. الشيء الثاني بتكلم عنه، أنا جاي هنا عشان بتكلم عن مسألة المطبخ واللي صار أمس في زد بهاراتك، في فقرة زد بهاراتك. ويشهد الله علي زياد، والله شاهد علينا أنا ومحمد الذهلي، أنه أمس ما طالبنا بالطريقة اللي ممكن طالب فيها. إحنا كنا نقدر نطالب برفع الصوت وكذا، هذا بس هذا غلط. أنا جميل. كنا نتناقش أنا والذهلي، فكنا نقول أبو علي انضغط من 3 أيام أو يومين بكم موقف، فما حبينا أن إحنا نزيد اليوم، خلينا نروح وإذا في لنا شيء أكيد بيتضح. وهذا اللي صار، أنه اتضح في كلام اليوم أمس وكلامه أنه الصحن ماله دخل في التقييم، طبعا مع تحفظي الطريقة اللي شرح لنا فيها الصحن وأنه انكسر قدامنا. لكن عموما له احترامه وكل فقرة لها احترامها. ما تريد يا محمد؟ ما نريد، هو إنصافنا. إذا هو أبو علي قال كلمة أمس، قال لولا الله ثم الصحن أنتم فائزين. وسبق انه قال انه الصحن او القدر ما له اي دخل في التقييم، اهم شيء الوجبه تطلع زي ما اريد، اهم شيء الوجبه، وهذا اللي صار. فالان نبغى انصاف، احنا مشينا على تعليمات ابو كاتم في احترام كل الفقرات، احترام كل مقدم الفقرات. اليوم ايضا احنا تحملنا واحترمنا. نرجو منك يا ابو كاتم واي شخص عنده الصلاحيه في انه يعيد حقنا انا ومحمد الذهلي في ال400 ريال، وايضا زياد ال500 حقت ركبتي تراها الى الان. والله محمد الموضوع هذا فصل فيه نهائيا، ما ال500 لن ترجع لك. ما راح ترجع ابد؟ يؤسفني. اي والله ما ادري، يعني الاصابه كانت فقره رسميه. والله تحاورنا فيها كثير وتناقشنا في كثير فيها مع ابو كاتم، وانا احد الاشخاص اللي ناقشها شخصيا، قال مالها رجع، هي إصابة كأي إصابة أو كأي شخص طلع للمستشفى في البلد. إذن يعود تساؤلي السابق، هل نموت يعني عشان نطلع ولا نروح؟ لا والله يعود تساؤلي. معليش محمد، معليش زياد، أنت شوف والله ألم وتحاملت على الألم مدة 4 أيام 5، ولكن حينما خلاص يعني وصل السيل الزبع لما قالوا طلعت ب500 ريال، ولعله إيش الإدارة هم يعرفون أني طحت في فقرة رسمية، هل أموت وأتلوى أمامكم ولازم يجيبون الإسعاف عشان أنقل؟ أنا ما أدري، الواحد يتحامل على ألمه ويحاول يقدر الجمهور اللي وراه، فلما خلاص مر الألم وصل لمرحلة عالية، طلعت المستشفى 500 ريال تأخذ مني ولا ترجع؟ ما أدري. إذن معناها حتى ال400 حقت المطبخ أو ال800 اللي بيني وبين ذهني ما راح ترجع. تفاءل خير يا محمد، أنت متفائل. أنا متفائل بطبعي يا زياد، لكن للأسف ما ادري ايش اقول. والسؤال يوجه لابو كاتم، انه اصابته كانت فقره رسميه، قال برنامج كله رسمي لن تعود ال500، لكن تفاءل خير ان شاء الله في حقه المطبخ، زي ما اعطيت لخطا سابق تعطى لك واكثر من خطا سابق. والله يا زياد احترامي الكامل لكل شيء واحترامي الكامل لكل فقرات، الله يسعدكم يا رب وانتم قصرتوا. لكني والله يا زياد لا اخفي استيائي، لانه حتى موضوع الفصل في موضوع ركبتي ما أتاني إلا منك الآن، يعني مسألة أنه ما يرجع أبداً وما أدري إيش، يعود تساؤلي نموت مثلاً؟ نموت يعني إيش بيصير؟ يعني أنا متى أطلع وتعالجوني؟ تعالجوني اللي هو حقي، علاج حقي يا أخي، أطلع فيه ب500 ريال وأرجع؟ ما يعني لو باليد شيء ما قصر معك أحد، لكن الأمر يعود لله سبحانه. الله يسامح. الله يسامح. لكن حط في بالك إنه غدا أجمل، بتذكر كلامي هذا زين إن شاء الله. غداً أجمل. الله يعطيك العافية. الله يسعدك. ما قصرت يا بعد راسي. خلينا نعود للجمال وأحد العناوين البارزة اليوم في أكثر من عنوان، لكن أجملها كان بداية الصباح وبداية البث اليوم، وداع الآباء في بيت الحكمة. خلني أسألك أبو فزع سؤال قبل لا أنتقل أناقش الشباب، لماذا كان الوداع بهذا الشكل الجميل وابتعدت عن الحزن قدر المستطاع؟ طبعا هو يوجد في القلب، وشفنا مشاركة اليوم ما شاء الله عبد الرحمن الزايد وتفاعله في الحلقة وفي مسك الختام. دام ذكرت عبد الرحمن الزايد نقول بيض الله وجهك عبد الرحمن، وشكرا على حضورك، وأيضا أشكر كل الشباب اللي حضروا قبل كذا، وأذكر أول واحد، أذكر النيف وأذكر سالم وأذكر عمر وأذكر بسام وأذكر عبد العزيز، أذكرهم كلهم من حضر معنا وجهكي. شكرا على حضورهم في الماضي، وأشكر عبد الرحمن على حضوره اليوم. العام سوينا ختام وتأثر الآباء وصار فيه نوع من أنواع الحزن اللي هو ربط الناس بالبرنامج مدة سنة كاملة حزن. وخرج عم أمين الأسبوع الماضي وكان فيه حزن، فجاتني رسائل كثيرة قال يا فواز ما نبغى حزن تكفى، لأن عندنا آباءنا وأمهاتي يتابعون ضغط وسكر وكذا. فدخلنا اليوم دخول عرسان وخرجنا أيضا خروج مودعين يعني بفرحة وبصدقة، عن الصدقة كاملة عن الجميع.
فحبينا نخرج بنوع ما يكون فيه حزن لاجل ما برضه ما ودنا نحزن الناس واللي فيهم كافيهم. طيب ابو فزاع، لبسك للبشت اليوم هل تصبو الى شيء غير الوداع بشكل مفرح؟ والله ابن حلال تبغى تسال علي. سنة يا بدري ابو الوليد السؤال لك انتهاء ان شاء الله انه يكفي الوحده ابو فزاع بيت الحكمه اليوم. الله ما ترجع الطائي شكلك. ناخذ عمره في ليله واحده ان شاء الله. انتهاء بيت الحكمه اليوم وجماليته بالابتسامه. انا اقول الاباء شمعه القريه، وجودهم والله العلي العظيم انه جمال وفخر، ومن كل النسخ يعني من بدايه الزوسي 3، 4، 5، و6 تواردهم حضورهم وجودهم على الشاشه تاثيرهم على ابائنا والله العلي العظيم ما في موضوع يطرح حقيقه يطرح من الاباء بالذات اللي يصلي من الكبار عندنا والاقارب عندي الكبار في العائله اشخاص يا علي لك. اشخاص معين والدي والدتي بعض الاقارب عندنا في العائله الكبار السن ترى سووا كذا وكذا وكذا وسووا كذا عشان كذا وسووا كذا التفصيل هم يقرؤون ما بين السطور بين الاباء لانه يعرفون هذا كبير سن عارفين وش يقصد هذا وش يقصد هذا. شكرا للاباء جميعا، شكرا للعمامين، شكرا ابو سيف، شكرا اذكرني باسماء ابو فزاع والله ابو رشيد امجد اللبناني عبد الله الاحمري عبد الله انا ما اذكر والله الا ثلاثه عبد الرحمن السالم كلهم الله يعطيهم خالد العتيبي بندر الاسعدي كل والله بحضورهم بجلوسهم يعني احمد السنيد ابو وليد عشان ما انسى احد احنا والله يا شباب يعني احنا كشباب حضورنا يوميا متعب علينا ما باكم كاباء. ابو صالح الحربي ايضا اي ابو صالح الحربي ابو صالح وناصر اي ابو صالح وناصر احنا كشباب نتعب في حضور 90 يوم يوميا الفقره ما بالك اباء كبار سن يوميا الصباح بعد صلاه ربي يتوجه استعن بالله على الطريق يتوجه بيت الحكمه وللقريه شوف التعب كيف يوجه رساله بلا مقابل لبه بلا مقابل بلا مقابل مقابل والله الاباء اقسم بالله لو تقول له وش المقابل اقول والله ما ابغى اشوف الا وجهها الطيبه واستريح واستانس معهم واسولف واتحدث بس يعني بس انا ما ابغى والله ما يدري عن برنامج ولا ما اتكلم انه جهل لا بالعكس يبغى الونسه من ناحيه جلوسه مع الاباء ترى دائما ما يونس الشايب وجلسته الا واحد مثله كبير سن شايب يعرف ان هذا الشخص اللي امامه هذا الشخص عاصر الحياه ومعتركاتها والاشياء اللي تعبته في الحياه ربى ابناء واجتهد وكافح في الحياه ليخرج هو في الحياه ويكون ويقود براي عام ليقود شيء معين لابنائه يوصل رسائل معينه لابناء من خلف الشاشه وجودهم والله العلي العظيم انه فخر وشرف لنا شكرا فزاع يعني لهالفقره الجميله بختامها كانوا فعلا يوم عرسان كنتوا فعلا يوم عرسان في ختام هالفقره الجميله للكل متاكد تاثر لان بنفقد هالاباء وهالفقره الجميله في كل صباح نسعد بها ونسعد بحضوره. جميل جميل طبعا انوه لابو علي اذا يتابعنا ترى لك الحق المداخله في تعديل او ابداء وجهه نظرك حول موضوع زد بهاراتك وكذلك اطلب من الشباب في الاعداد محاوله الاتصال به لان البارحه كانوا يعني بيوده ان يتواصل معنا ولكن لم تسنحنا للفرصه فحنا في انتظارك يا ابو علي اذا عندك اي مداخله. ابو شوق برضو احد العناوين البارزه اليوم ان لم يكن عندك تعليق او لديك تعليق عن موضوع بيت الحكمه انتهاء وتتويج فقره دراما بقياده الاستاذ خالد الباز. اول شيء اسمح لي اشكر ابو فزاع على 90 يوم ترى كانت متعبه اكثر من فقرتنا يمكن احنا محصورين انت الله يعينك عندك ضيوف متجددين واداره هالضيوف صعبه شوي لانه انت تدير ناس ب يعني ضعف عمرك وتجارب وخبرات في الحياه وعلى قولتك معهم دكتوراه في الحياه وشهادات مو سهله في الحياه خبرات مو سهله ففقره كانت جميله يمكن اكثر فقره كتب عنها في الصحف صحيح؟ صح فتستحق ان شاء الله فقره كصحيفه ورقيه ما في يعني تخصيص بيت الحكمه للصحيفه الورقيه صحيفه مكه يعني تقريبا والكترونيه تقريبا برضه جاتني القصيم نيوز غير فارس البشيري تقريبا الروافد تكلمت عن فارس بس ان القصيم حضرت معهم معك لكن حضر معك مجموعه صحفيه من مجموعه صحف هذا كان التعصب الرياضي كم صحيفه حضرت تقريبا اربع صحف فاقصد انه انه حضور بيت الحكمه كان يحاكي شريحه مهمة جدا ويمكن احنا الوحيدين اللي جالسين نحاكيهم. مو كذا ابو فزع؟ بس ترى على فكرة هو النجاح ما ينسب لي البرنامج قائم له 5 سنوات. أنا استلمتها العام والسنة ذي. بس هو قائم له نجاحات من قبلي. يعني أمين بدأ من قبل زد رصيدك اللي هو المشراق.
يعني بادي قبلي، فانا بس اللهم جيت شيء بسيط بس المجهود والعمل كله تقريبا على الاباء. هذا والله تواضع منك ابو فهد. اليوم انا اشوف من الاشياء المفرحه طبعا كان في اليوم في شكر لك ابو فزاع في تويتر، وايضا اليوم اشوف الان شوف في هاشتاج شكر لخالد الباز. خالد اليوم موجود في القريه على فكره، ما زال عمله ما انتهى. لمسات خالد جالس نشوفها، يعني بدايه البرنامج ما كنت اعرف انه مثلا واحد زي محمد المسعود ممثل، ولا واحد زي عمر الملحم ممثل. في شخصيات ما ابغى اذكر وانسى، لكن هالشخصيتين على سبيل المثال ما كانوا ابدا مقدمين نفسهم كممثلين، هذا في التطوع هذا في الانشاد. ابدعوا جدا 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 في التمثيل. شكرا خالد الباز على هالفقره اللي اتاحت لنا نشوف هالشخصيات ممثله. عبد الله بن دفنه شرشبيل، يعني في شخصيات ما زلت محمد الذهلي، محمد الذهلي تمثيله صحيح، سنافر من البساس، البساس، محمد مسعود، محمد عثمان، عبد المجيد فوزان. لقطه حق البيد هو القطوه اللي خايف، ذي لقطه ما زالت محمد عثمان في البس المدعوس تشكر في تذكر. محمد عثمان كان يكون يعني يقول المفروض انا كنت بباقيره ما كنت، بس برضو الفقره جميله. فالذكريات الرائعه موجوده في الفقره، الضحك. انا اذكر من ضمن الايام اللي ما انساها الفقره لما جاوا الاطفال في مسرح الطفل وقيموا وقصفوا جبهات وعطوا تقييم رائع، وكان لهم لفتات رائعه، دليل ان المسرح يخاطب حتى الطفل، والطفل يفهم ويتفاعل من المسرح. فاذكر الطفل فيصل والطفل ما اذكر اسمها ايش، كان ردودهم حاضره يعني، وواضح انهم فاهم المشهد. يسالهم خالد فهمت المشهد؟ كان واضح لكم؟ يعطونك التعليق، تعليقهم جاهز. الصوره ما كانت واضحه. اذكر في مشهد قالوا مشهد اللي كانوا مشاغبين في المدرسه ثم راحوا بعد ما كبروا وتغير، كان فيهم سعد حماد، كانوا قالوا الاستاذ ما كان له قيمه في المشهد، الدخله في البدايه. والملاحظه هذه يا ابو شوق سالت فيها خالد الباز، قلت هل ملاحظه لقنت البنت هذه او من نفسها؟ والله انها من نفسها. واضح انه يعني شوف الذكاء، واضح اقصد انه بعض الناس يعتبر مسرح الطفل مسرح بسيط، يعني مو مسرح قوي. خالد الباز نوع جدا، والسنه دي اضاف خالد الباز اضافه جميله انه طلع من التقييم وبقي ممثل وبقي مقدما، طلع من التقييم بقي مقدم، والخروج هذا كان في فائده عظيمه انه خلاه يشوف المشهد بوضوح، يشوف طريقة التقييم، يشوف، وكان يعطي رأيه، كان في انطباع لخالد جميل. الجميل في خالد أيضا أنه كان له حضور خلف الشاشة في التحضيرات، في ترتيب المشاهد، في اختيار النصوص. خالد أظهر إحنا موعدين من خالد بمسرحية بطلة جدا، مسرحية قوية جدا. أنا طلعت على جزء من النص رائع جدا، اختيار النص، اختيار الممثلين، حبكة المسرحية ترى شيء مو بسهل يقوم فيه المخرج خالد الباز، ويشكر على هذا الجهد. طبعا للأمانة خالد الباز أبو محمد الآن متواجد مع المتسابقين كلهم لنقاش أو الاستعداد للحفل النهائي بإذن الله. عندنا فاصل قصير نروح له وراجعي لكم إن شاء الله، خليكم قريبين. يلا 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 يا هلا وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل القصير الاعلاني. شفنا اليوم جماليه لصالح الزهيري في فلاش موب الذي قدمه ابو الوليد. الشباب ما شاء الله تبارك الله نهايه البرنامج يتفننون في فلاش موب وطرحه وطريقته والفكره والعمق وش الاداء والفكره وش الشيء اللي يصبوله خلف الفقره هذه. صالح اليوم تالق في فقره فلاش موب، يعني ما شاء الله تألقات سابقة، سالم، نيف، عبد المجيد، محمد الذهلي، الشباب كلهم، بندر العلي. صالح اليوم صراحة أعطانا فكرة جميلة جدا، كما تدين تدان، ما تقدمه لأبوك سيقدمه لك أبنائك، وما يقدمه أبوك للجد ستقدمه أنت لأبوك فطرة. فصالح صراحة طرح فكرة واقعية أو شبه واقعية محورها إلى قصة ونجح في محور القصة. صالح اليوم صراحة أمتعنا في الفكرة عموما وما يد ما ينوي لها خلف القصة. شكرا صالح، ناقش الآباء والعقوق والأبناء والتربية، ناقش أفكار كثيرة جدا وهي في قصة واحدة فلاش موب ما تتعدى دقائق معينة. صالح الزهيري تألقت الأيام هذه، أنا أقول صالح الزهيري من تألق في تألق في تألق، بدأ بالدرع ثم الهامور ثم البلدية ثم الفلاش موب. صالح في آخر برنامج أنا أسميه زي الديزل،
بدا يشتغل الان. علي خليني اسالك، خلينا نشوف هل هو احساس صالح باقترابه من المركز الاول رصيديا من بندر العلي اعطاه مسؤوليه زياده دافع حتى مذاكره بادين فيها هذه الايام اغلب الشباب؟ يعني المذاكره فعلا واضح الواقع عليهم انه فعلا يذاكرون، بدا الخوف في البرايم النهائي وبدا الاحتدام بينه وبين متوقع بندر، لهم حاسين انهم قريبين بعض في الرصيد الظاهر الخفي ما ندري عن بعض. الله يخرش العدو. اتوقع انهم حاسين بعض انه كرصيد ظاهر متوقعين انهم قريبين بعض، لكن في الخفي ما ندري هل هم قريبين ما هم قريبين ما ندري عن بعض. لكن صالح وبندر ثنائي جميل في البرنامج كأشخاص، هذا يعكس النشاط الاجتماعي وهذا يعكس النشاط الانشادي والواقع الجميل في الرياليتي. صالح اليوم في الفلاش موب، شكرا لك، عكست فكرة جدا جميلة. طيب أبو فزع، بعد نقاشنا الجمال أو خلينا نقول الوجبة الجميلة اللي قدمها صالح اليوم مساعدة أو اتفاقا مع زملائه في اللي قدموه، برضو شفنا ختام مسك الفلاش موب اليوم من محمد الذهلي بآيات قرآنية. محمد الذهلي مجهودات يبذلها في الأيام الأخيرة، شفنا مشاركته مع عبد المجيد الطويرش في من بداية القرية إلى نهايتها، الأب مع ابنه. تعليقك أبو فزع. والله محمد الذهلي ما شاء الله تبارك الله، تقريبا إذا قلنا متسابق أدى الواجب وزيادة، هو أدى الواجب وزيادة، وكان ظهوره مشرف وكمل كل مشاريع كملها بإتقان. شخص صراحة أثبت وجوده في البرنامج ويستاهل شيء كثير. بس عندي وصية لمحمد الذهلي، أتمنى ما يشغل نفسه بموضوع الطبخ اللي هو احنا نسميها المنداه واللي يسمونها الميفة واللي يسمونها، ويركز على المذاكرة أو مراجعة الأسئلة لأن هي الأهم. لأنك أنت محمد لو يعني أهل الشيء أنت خلاص أنت بطل وأديت كل شيء، أتمنى منك تركز، وأتمنى من كل المتسابقين اللي داخلين في المسابقة يركزون على الأسئلة والمذاكرة لأجل يكون أدائهم جميل على ستيج المسرح. أبو هز لا أشكر شكر عظيم. اليومين اللي فاتت كان أداء هو مؤدي لك، اليومين اللي فاتت كان عليه كان حضوره عالي ومتواجد على طول. أنا بسأل أبو فزاع، أبو فزاع تتوقع محمد الذهلي له نصيب في المركز الأول؟ هذا السؤال والله اللي كان يدور في بالي. يعني اقصد باختصار السؤال بالعربي، محمد وعبد الله بن دفنه يخافون ان من التصويت. هو التصويت اذا شلت للتصويت، انا شغلتين السنه هذه خلتني ما اتوقع. الشغله الاولى المكالمات، فما صرت اتوقع من يخرج ابراهيم. والامر الثاني التصويت النهائي يخليني ما اعرف من اللي بيخرج. ولا لو جات على الارصده والثقافه، محمد عثمان ومحمد عثمان وبندر العلي والذهلي ثلاثي له نصيب من الثلاث الجوائز الأولى. أنا أعتقد أنه ابن دفنة ومحمد ذهلي لهم نصيب الأسد في التصويت. في التصويت؟ في التصويت أكيد، لأنه يا أخي الجمهور إحنا يعني كيف أقول لك، الجمهور جالس يتابع الجمال جالس يدعم، يعني في متسابقين. ثواني أنت قلت التصويت مو الثقافة؟ التصويت الذهلي لهم نصيب في التصويت. لهم نصيب في التصويت من أوائل التصويت. لا أقول لهم نصيب في التصويت. هو راح يصوت لهم؟ لا مو راح يصوت لهم تصويت عادي. في فترات كان في ناس يصوت لهم بالمئات الأصوات، بس أنا أتوقع أصواتهم راح تكون منافسة. محمد الذهلي يكون جماهيرية في السعودية مو بسهلة، وكذلك ابن دفنة. ابن دفنة ومحمد الذهلي يستاهلون، ولكن وجهة نظر ما راح يجيهم تصويت عالي. يستاهلون بس ما راح يجيهم، عشان نكون واقعيين شوي. وأنا والله أتوقع العكس، لأنه أنا أشوف جماهيرية محمد المسعود وبن دفنة تعتبر أكثر جماهيرية، خلينا نقول لو قارناهم بالمجموعات السابقة اللي جوا من خارج المملكة يعتبرون الأكثر جماهيرية. طيب طبعا قبل الختام السؤال موجه لكم، خلينا نبدأ من أبو شوق. أبو شوق، ماذا يعني لك كلام اليوم؟ خلينا نقول السؤال هذا يسبق الحلقة قبل الأخيرة. تذكرت أبو تمام، مرت سنون بالسعودي وبالهنا. أيام جدار صيدك سنين أعتبرها، وأيام مرت كمر السحاب، أيام سريعة، أيام كانت صعبة جدا، كانت تنتهي بعض حلقات كلام اليوم 6 الصباح هنا في القرية، وبعضها كانت تنتهي بإقفال الهواء ونسري. تجربة فريدة، أعتبر كلام اليوم السنة دي تجربة أقوى بكثير من تجربة السنة الماضية، فيها ثراء غير عادي. السنة ذي كانوا شركائنا المتسابقين فيها والجمهور بقوة بقوة بقوة. أفكار كثير تغيرت، خلني أعتبرها أصعب فقرة. يعني كل مقدم في كل فقرة ما عليه أي مسؤولية. يعني سعد لما يقدم المزاد هو قدامه
ميزان والناس شايفه. ابراهيم عيدي قدام الناس يقول انا ما دخل، يجيني اسم المتسابق واقوله. عبد الله الجميري يقول انا والله ما اعرف من رئيس البلديه، الحين بيقولون لي بالتربيز واقوله. احنا الكلام في وجهنا. خالد حامد ابو علي قيم. خالد حامد يقول ما لي دخل ابو علي. خالد الباز ما له دخل، مقيمين جميع المقدمين. وكم معك صادق. كلام اليوم لا، كلام اليوم اذا ما انت قد الحملات اللي تجيك والضغط والهجوم، ويمكن علي مر مثلا انه في واحد جاء البيت عندهم او واحد جاء عندهم فزاع هنا يسالك وش صار، انا يجوني ناس في الدوام وفي المحكمه ليش قلت عن كذا، يتوقعون المساله مساله شخصيه. وحنا ما احنا انما تعرف بشكل عام، انا لو كنت متسابق ممكن تلقون علي 70,000 ويزيد السنه الماضيه كنا نلقى عليك. لكن دائما اللي خارج المنصه يتابع من بعد راح ينتقد بريحيه. كلام اليوم مؤثر جدا 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 جدا. الكلمه اللي يقولونها بعض المتسابقين، كلام اليوم ما يرفع احد وينزل احد، هم اول من يعرفون هذه الكلمه خاطئه. وكان في دلائل كثير، وكنا نمشي عشان نشتغل حنا عشان نشتغل ونقول يا جماعه كلام اليوم ما ياثر لحد. لكن واقعيا كان كلام اليوم يؤثر في نفوس الناس. كان في متسابقين يجي على الهواء هنا محترق من بعض الكلام اللي نقوله، وبعضهم متفائل من بعض الكلام يقوله. احيانا نقول الكلمه في الليل نلقى اثرها في الصباح، وهذا شيء اقرب مثال بسيط كذا. ابو فزاع في هذا الكرسي قال مره انتم صرتوا شيبان ما في حركه في القريه. قعدنا اسبوع بعدها ما شاء الله الحركه القريه تحرث. فرط حركه بالضبط. الشاهد انه كلام اليوم اعتبره العجلة الأقوى في البرنامج، والمؤثر الأقوى في البرنامج، والمؤثر الأقوى عند الجمهور، والمؤثر الأقوى عند الشباب. جميل جميل الحوار اللي قاله أبو شوق، يعني استدرج فيه أكثر الأمور في كلام اليوم. السؤال لك أبو فزاع، ماذا يعني لك كلام اليوم؟ كلام اليوم محك حقيقي لأدائك كمحلل في البرنامج. من خلاله ترى كلامك مسجل موجود على اليوتيوب، وأداء المتسابقين موجود، ونقد الجمهور موجود. هذا أول شيء، مدى مصداقيتك في الكلمة، مدى تقبل المتسابقين لأرائك إذا كانت أرائك موزونة. كلام اليوم هو الابن البار للبرنامج، الابن البار دائم يتحمل ويصبر ويجتهد. هو هذا كلام اليوم. يسهر وينقهر بعد. فكنا نعمل ونحلل ونكتب ونستعين بفريق عمل. فواز، أنا بتكلم عن نفسي، أنا عندي فريق عمل قاعد يشتغل معي، وأوجه لهم شكر، وهم والله يرفضون أسماءهم، يستاهلون هالشيء، شغالين معي. ليش؟ أنا لازم أسيطر على الوضع، لازم يكون عندي واحد يقص المقاطع يوتيوب استشهد بكلامي، لازم واحد يجمع لي أرقام، لازم أتناقش، لازم وفي الأخير أخلطها مع بعضها. كلام اليوم هو العمود الفقري للبرنامج زد رصيدك. كلام اليوم للمتسابق اللي كان يتابعه استفاد. بقول لك شغله، تدري من ما استفاد من كلام اليوم؟ اللي كان يتابعنا ثم يوم حسن عنده جماهيريه انسحب من كلام اليوم وصار يؤدي لوحده. بان بعض الضعف في بعض المتسابقين، بان ضعفهم في اخر البرنامج. ليش؟ لانه بدا يؤدي بناء على ما يرغب الجمهور، ولا بناء ما يرغب الشباب اللي هنا حريصين عليك. كلام اليوم كان بعض الامور لا يظهرها حبا وحرصا على بعض الشباب. كلام اليوم كان موجه وناصح للشباب. كلام اليوم كان لا يحقد على أي أحد من المتسابقين، ويحب ويحرص عليهم جميعا. كلام اليوم كان يتحمل من أجل أن يطلع أو يظهر البرنامج بصورة جميلة. كلام اليوم هو وجبة خفيفة، ميني همبرجر وميني وجبة صغيرة لمن؟ للي ما تابع البرنامج، وكان يقدمها لهم للجمهور، كان يقدمها لهم في قالب جميل. كثير من الناس يقول احنا ما نتابع اليوم كله، نجي آخر البرنامج كلام اليوم ونقدمه. كلام اليوم هو ولادة زياد الشهري، كلام اليوم هو ولادة أخوي علي الغامدي، وهاني موجود في الساحة ولكن كمحلل، وبرضه لي أنا وللبرنامج ذا فضل علي كبير، ولادة الفواز الحارثي أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر البرنامج. من أسباب نجاح البرنامج، خلينا بتكلم، أدائك وحياديتك وعدم طرح آرائك. يعني في الأول كان في شوي، لكن في الأخير صرت تطرح بكل حيادية، تبعد عن طرح رأيك، نجح أيضا ثبات الضيوف. وكل شخص كان متنوع، هاني كان قانوني، علي احيانا كنا نقول علي يرحم امك لا تتحمس، كان من حرقه على المتسابقين كان يتحمس، واحيانا يقول كلمه يا علي لا تتحمس من حرقه يتكلم، وكان يفهم كلام علي انه يصيد اخطاء، لا والله يتكلم من حرقه. كنجاح ايضا بتنوع الشباب في طرحهم وثباتهم.
ترى لو جبنا لو كل يوم دكتور فارس نشكره ترى على فكره لو كل يوم جبنا محلل احنا جربناها في فقره العام كنا نجيب ناس يقول ما تابعنا ما ندري من المتسابقين لانه يبدا من الصفر اي لكن الشباب خلاص متسلسلين عارف مستوى الذهلي مستوى منيف مستوى الشباب وعارف ابعاد القصه نعم جزاك الله خير بكره للحوار بقيه ان شاء الله ابو الوليد ماذا يعني لك كلام اليوم كلام اليوم يعني شيء جميل يعني فقرة تعز على قلبي كانت العام الماضي بقيادة الشيخ أبو فزاع والسنة هذه بقيادة أبو سعد زياد فقرة أنا أعتبرها يعني جميلة كفاية لو ما أطلع من هالفقرة إلا يعني متابعة والدتي فقط والدي والدتي لو هم بس يتابعوني خلاص أنا كذا أرتاح وأستانس الفقرة هذه والله العلي العظيم ما قد حقدنا على أحد ولا استقصدنا أحد ولا استنقصنا من أحد هو شيء منا نكمل فيه بعض الشباب نكمل بعض الأخطاء المعينة نوجه بعض الشيء المعين لهم فعلا قال كلمة واحدة أبو فزاع ودي استمد من الكلام اللي هو بعض الشباب من اعتمد على الجماهيرية ومن يتحدث عنه بتويتر وابتعد عن بعض التوجيهات اللي توجهها الإدارة أو يوجهوا مثلا الشباب اللي هنا في كلام اليوم فقد بعض البريق وفقد بعض الأشياء اللي ممكن يقدر فعلا يستوعبها على الهواء فقرة كلام اليوم يعني فقرة تعز علي شخصيا لما يقول أبو شوق قبل شوي يقول أنها فقرة الشباب كانوا لا يتأثرون فيها ولا تقوم ولا تقعد نذكر المقاطعة ودبنا نسيت آخر الليل 37 واحد جالس مدري 17 مدري اللي يطلعوا زيادة لكن في 37 واحد جالسين في الساحة أبدا والله ما زعلنا ولا أخذنا بخاطرنا ولا شلنا بقلوبنا بالعكس أنتم أخواننا أنتم أهلنا أبدا إحنا نكملكم أنتم تكملونا الفقرة هذه حيادية نطرح آرائنا بحيادية طبيعي أن يكون شخص محب لأحد المتسابقين هنا يكون يدافع عنا برا بس رجاء لا تسب لا تدخل في نيتي لا تسب والدي ووالدتي لأني لن أسامحك مدى الحياة إلى أن أقتص منك يوم الدين جميل جميل أنا تعلمت أشياء كثيرة من كلام اليوم لم يكن أبرزها إلا أن فعلا عبارة غدا أجمل هي عبارة تفصيلية لواقع يسوقه الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا أو في الآخرة بعد مماتك اللي هو انتظار 9 سنوات من الطفلة غلا ووالديها لعلاجها ولكنها فرج همها في 10 دقائق تقريبا في كلام اليوم وكانت هذه فعلا تفصيلية أو ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى بأن غدا أجمل وإن طال الانتظار فما عند الله أجمل شكرا أبو الوليد شكرا أبو فزاع شكرا أبو شوق على الحضور انتظرونا غدا بإذن الله في ختام كلام اليوم في حلقة مختلفة بإذن الله استودعتكم الرب حتى ألقاكم غدا في أمان الله. زد رصيدك هات يا جمهور يد اليوم هات من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا من يبيع الدين للا لشرينا